بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين ومرض الله إلا برضا الوالدين. أستأذنكم لتقديم هذه الحصيلة النصف شهرية الخاصة بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19 للفترة الممتدة ما بين 10 إلى 24 ماي لسنة 2021. وأستهل هذا التصريح النصف شهري بالحالة الوبائية العالمية لكوفيد 19، فإلى حدود يوم أمس الاثنين 24 ماي 2021 تم تسجيل ما لا يقل عن 167,347,273 حالة إيجابية في العالم، أي بمعدل إصابة تراكمي يناهز 2,147 إصابة لكل 100,000 نسمة. فيما يخص عدد الوفيات المسجلة عالمياً، فلقد سجل إلى حدود يوم أمس ما مجموعه 3,474,704 حالة وفاة، أي بمعدل إماتة عالمي يناهز 2.1%. أما المتعافون فلقد بلغ عددهم 148,363,057 حالة شفاء، أي بنسبة شفاء تناهز 88.7%. فيما يخص الحالة الوبائية خلال الأسبوعين الأخيرين، نشير أن المنحنى الوبائي الأسبوعي على المستوى العالمي عرف تحسناً ملموساً قدرت نسبته بناقص 14.3%. فعلى مستوى القارات انخفضت وتيرة الحالات الإيجابية في عموم أرجاء العالم، وسجلت أوروبا أكبر نسبة انخفاض قدرت بناقص 24.2%، ثم منطقة جنوب آسيا بناقص 20.7%، بينما أشرت إفريقيا عن ارتفاع ناهز 4.4%. فيما يخص تطور منحنى الوفيات العالمي للأسبوعين الأخيرين، فلقد واصل والآخر انخفاضه بنسبة ناقص 2.3%، وسجل أكبر انخفاض في دول أوروبا بنسبة 21.2%. بشأن السلالات الجديدة لفيروس كوفيد 19، وحسب المعطيات الأخيرة للمنظمة العالمية للصحة، يستمر انتشار السلالة البريطانية في أكثر من 150 بلد موزعة على القارات الخمس، بينما انتشرت السلالة الجنوب إفريقية في 106 بلد، في حين سجل تواجد السلالة البرازيلية في 61 بلد والسلالة الهندية في 41 بلد. على المستوى الوطني بلغ عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود مساء يوم أمس الاثنين 24 ماي 2021 ما مجموعه 517,113 الحالة مؤكدة، وهذا الرقم يعطينا معدل إصابة تراكمي يقارب 1,421 حالة لكل 100,000 نسمة. هذه النسب والمؤشرات تمنح بلادنا الرتبة 43 عالمياً والثانية إفريقياً بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية. بالنسبة للوفيات، وإلى حدود يوم أمس الاثنين سجلنا 9,126 حالة وفاة مؤكدة رحمهم الله جميعاً، وهذا ما يعطينا نسبة إماتة وطنية تقارب 1.8% مقارنة بنسبة عالمية تقدر ب 2.1%. نشير هنا أن المغرب يحتل المرتبة 44 عالمياً والرابعة إفريقياً بالنسبة لعدد الوفيات المسجلة. من جهة أخرى تستمر نسبة الشفاء المسجلة في الارتفاع، حيث وصلت إلى 97.7 مع تسجيل تعافي 505,392 حالة شفاء والحمد لله. وكتقييم إجمالي للحالة الوبائية خلال الأسبوعين الأخيرين، فإننا نسجل الملاحظات التالية: أولاً، استمرار وتيرة الانخفاض في الحالات الإيجابية المسجلة في بلادنا، وذلك بنسبة ناقص 29.8% بين الفترة الأولى الممتدة من بين 26 أبريل إلى 9 ماي 2021، والفترة الثانية الممتدة من 10 إلى 23 من شهر ماي 2021. ونشير هنا بأن الانخفاض يسجل للأسبوع السادس على التوالي. ثاني نقطة، سجلت منظومة الرصد الصحي خلال هذين الأسبوعين ارتفاعاً طفيفاً في نسبة الإجابة
المسجلة حيث مرت من 2.5% إلى 3.13%، ونشير أن أعلى نسبة للإجابة سجلت بجهة الدار البيضاء ستات 8.2%، وأدنى نسبة سجلت بجهة فاس مكناس 0.2%. ثالث نقطة، انخفاض عدد الحالات النشطة، حيث مررنا من 3878 حالة نشطة منذ أسبوعين إلى 2595 حالة نشطة يوم أمس، أي بانخفاض يناهز ناقص 31%. رابع ملاحظة، فيما يخص عدد الحالات الحرجة التي يتم استشفاؤها بأقسام العناية المركزة، فلا زلنا نسجل والحمد لله وللأسبوع السادس على التوالي منحى تنازلي، حيث سجل انخفاض بنسبة ناقص 16% خلال الأسبوعين الأخيرين، ومررنا من 218 إلى 187 حالة حرجة إلى حدود يوم أمس. خامس ملاحظة، التطور الأسبوعي للمعدل اليومي للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي عرف هو الآخر والحمد لله انخفاضاً ملحوظاً قارب 50% من قيمته خلال الأسبوعين الأخيرين. سادس ملاحظة، موازاة مع هذا التطور الإيجابي في عدد الحالات الحرجة بأقسام الإنعاش، عرف منحنى الوفيات الأسبوعي تحسناً في نسبته، حيث انخفض بناقص 7.7%. وعلى ضوء ما سبق، فإن هذه المعطيات والمؤشرات الوبائية المسجلة خلال الأسبوعين الفارطين تؤكد تحسن الوضعية الوبائية في بلادنا، وتبشر بظروف جيدة في استمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 بنسق عالي وإيقاع مسترسل، وهذا ما يحثنا على توخي الحيطة والحذر للحفاظ على هذه المكتسبات. فيما يخص الأحداث البارزة خلال الأسبوعين الفارطين، أقول في الأول والحمد لله استمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 لأسبوعها 17 على التوالي منذ انطلاقتها رسميا يوم 28 يناير 2021. ثانيا، حصيلة عملية التلقيح إلى حدود مساء أمس هي كما يلي: 7,832,620 كحقنة أولى، و 4,875,332 كحقنة ثانية. ثالث ملاحظة أو ثالث حدث بارز، تعاقب في الدفعات والإمدادات الجديدة للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين المنصرمين. هذا النسق المتواصل في الإمدادات الخاصة باللقاحات سيسمح لبلادنا بالتوسيع التدريجي للفئات العمرية المستهدفة من عملية التلقيح ضد كوفيد-19. وندكر هنا أن هذه العملية الوطنية شملت إلى حد اليوم المواطنات والمواطنين الذين تفوق أعمارهم أكثر من 45 سنة، وكذا ذوي الأمراض المزمنة المنخرطين في أنظمة التغطية الصحية. وفي الختام، ومن أجل الحفاظ على هذه المكتسبات الثمينة المسجلة في الحملة الوطنية للتلقيح، واستبشاراً بتحسن الحالة الوبائية في بلادنا، تهيب وزارة الصحة جميع المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الاستمرار بالتقيد بالتدابير الوقائية واحترام الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه الجائحة. ولكم مني جزيل الشكر.